في تباين في الاداء لمنتخبنا الوطني ما بين مباراه زامبيا ومباراه الجزائر، هل دلوقتي نقدر نقول مثلا ان يعني على قد الماتش بتلعب ولا ايه؟ لا، هو التباين سببه السيد فيتوري. تمام. لانه المكاسب بتاعت عوده الروح والثقه وجزء من الهويه بتاع منتخب مصر، هو ده اللي يعول عليه. صح. لعيبه لقت انها مفيش سبيل غير انها تستعيد ذاكره انهم نجوم حقيقيين، ان ده منتخب مصر. لكن السيد فيتوريا يبدو انه بيخلط بين المنتخبات والانديه. وبالتالي لا هو جه على اللعيبه اللي زي مثلا طارق حامد. طارق حامد ليس باللاعب اللي ينزل بعد ما الماتش اتلعب، يعني اما انك كنت تقسم لعيبتك. ما دي بقى المنتخبات، انا معايا 25 لعيب، يا 11 و11 يفتح التغييرات، يا اما يبقى عندي نفس الواجبات لنفس اللاعبين شوط وشوط او ماتش وماتش. وبالتالي يظل المكسب الرئيسي هو ان اللعيبه بدات تحس بثقل المهمه وان منتخب مصر يستحق ده. المشكله كلها انه ما فيش لجنه فنيه. لو في لجنه فنيه كانت لما تعمل الحصاد بتاع مباراه زي دي، طبعا اللجنه الفنيه لا بتتدخل في التشكيل ولا تقول له لعبت مين ولا لعبت مين، لكن عشان يعني تقعد معاه تقول له احنا جايين منين، رايحين فين، عملنا ايه، ماذا بعد ان قدمنا في تنزانيا في زامبيا مباراه ثم امام منتخب الجزائر مباراه اخرى. حسنا فعل ان هو لما حصل انه اطرد مننا لاعب فكر باحترافيه وعلى قدر منتخب مصر، واعتقد انه رجع لمساعدينه فلم يسحب بالطريقه التقليديه مهاجم ويلعب بمدافع بديل لمحمد هاني، وبالتالي كان يقول للجزائريين انا بقول لكم انتوا دايما ليد علينا وكذا، فابقى على ثلاث مهاجمين، طبعا اثنين وفي وسطهم فكره رائعه منه الهبت حماس اللاعبين. وجود تقيله زي النني كان ليها مفعول السحر. صح. بعد ما اللعيبه كان الماتش في الاول تقيل عليهم بدا يصرخ يتحدث، يعني وكذا زي ما حضرتك قلت او كابتن حشيش قال اول 10 دقايق